واحد اثنين ثلاثة جايز سيارتي الجديدة. هلو هاي جايز، تتذكر الفيجن بورد؟ هلا خليني شارككم شو حققت من الفيجن بورد. طبعا قبل شهرين تحديدا بشهر واحد، هلا صرنا بشهر ثلاثة، سو قبل شهرين ثلاثة شهور عملنا مع بعض. واذا هلا ما عملتوا الفيجن بورد تبعكم هاي مشكلة، بس المفروض انه عملنا مع بعض فيجن بورد. سو هلا حشارككم خلال هالثلاث شهور تقريبا شو حققت من الفيجن بورد ومن الاشياء اللي حطيتها، لانه ربع السنة خلص فالمفروض يكون في تطور تحسن، وهيك لازم تعملوا، لازم تراجعوا حالكم كل فترة. فرح اشارككم هلا شو حققت. اول شيء واهم شيء حققته هو خزانتي. اذا بتلاحظوا خزانتي حطيتها على الفيجن بورد وكنت مركزه عليها، انه كل عمري بدي يكون عندي خزانه مرتبه بطريقه معينه، ولكن مع كثره الانتقال وكثره تغيير البيوت وكثره التنقل بسبب انه يعني قصه حياتي ولا ببيت قعدت فيه، قدرت اعمل خزانه احلامي. يعني يكون عندي خزانه الحمد لله بس مش خزانه احلامي، ولكن هلا حققت خزانه احلامي. مش بس حققتها ولكن حققتها مع مفاجاه لك. واحد اثنين ثلاثة جايز، فعليا خزانة احلامي اللي اريدها من زمان. مبدئيا الثياب هنا مرتبتها حسب الالوان، وهاي الاشياء اللي استخدمها بشكل يومي. عندنا هنا اللون الاسود واللون البيج واللون الابيض، لانه حاليا هالفترة هذول الثلاث الوان هم اساسيين بخزانتي. وعندي هنا كم شغلة ملونة وكم شغلة استخدمها بشكل دائم، مثل هذا جاكيت جلدي اللي انتم ما تحبوه، يعني ما تحبونهم هذولي، بس انا كلش احبهم ويدفوني ونايس. هنا حاطه الجنزات اللي استخدمها، تذكرون نظفت الخزانه وخليت بس اللي انا فعلا استخدمهم. هنا حطيت اشياء ترامير واشياء تلبس على الخصر، احزمه اشياء شكلها مختلف. وهنا حطيت الاشياء البيسكس اللي هم ابيض بيج واسود البيسكس. هنا حطيت القطع الكبيره اللي بعد يعني ممكن اخليها فتره قبل ما اشيلها مع الملابس الشتويه، خليتها هنا لانه كيوت وكبيره. بس هنا عندي بيجامات ملونه، فهذه بيجاماتي، اذا تتابعوني على تيك توك تشوفوني دائما بالبيجامه اتجهز. اما هنا فعندي مكياج جديد اللي هو مثلا اشياء احبها فمشتريه منها اكسترا، اذا خلصت من عندي يكون عندي زياده. يعني هنا في معدات الكاميرا، كل شيء يخص التصوير، الكاميرا، الستاندات، الاشياء. طبعا هاي مو كل معدات الكاميرا اللي عندي، بس هذولي الاشياء اللي استخدمها بشكل يعني متواصل. هنا واخر جراره بيها مكياجي اللي استخدم، يعني هذا مكياجي اللي استخدمه بشكل يومي بس عندي منها كميات كبيره. سو مثلا هنا فونديشن شي جلام اللي مثلا جربت لكم اياه بفيديو يوتيوب، هذا نفس الشيء. هنا كل الباودرز اللي هم ماك، فنتي، شارلوت تيلبري، ميك اب فور ايفر، هدى بيوتي. هنا شي جلام البلاشرات كلها، لوف بلاشرات شي جلام. هنا تنس والشغلات الخفيفه، لورا مارسيه ما اعرف شنو. هنا مثلا كونسيلر مع باليت تبع الوجه وتبع يعني اثنين. هنا برايمرز واي شادوز حاطتهم هنا احسن اريح اشوفهم بشكل اوضح. هذا الجزء من الخزانه خلصناه، اجينا للجزء الاهم، وصلنا للجزء الاحلى والاهم والمهم. هذا الجزء ركزوا بي، راح تشوفون شيء ما اعرف اذا تعرفون ولا ما تعرفون، بس انا الوجه الاعلامي لالدو هالسنة وخصوصا حملتهم الرمضانية طبعا كانت موجودة على أكبر بيلبورد بشارع الشيخ زايد، أكبر شوارع دولة الإمارات وأكبر بيلبورد مع آلدو، صورت لكم على إنستغرام بس أنتم بيوتيوب ما عرفوا إذا تعرفون. فهنا حطيت مجموعتي اللي تجنن وأحستخدمها كل الوقت، لأنه بالفعل كل قطعة أحلى من الثانية. خليني أراويكم شوية من القطع اللي موجودة بهاي المجموعة. أول شي شوفوا هالكياتة وجمال هالجنطة، شقد كيوت. شوفوا هذه شقد كيوت واللمعة مالتهم تجنن. هاي لبستها بالسعودية وكانت تخبل. شوفوا هذولي، طبعا هاي عندي منها الفضي وعندي منها اللون اللي جاي على شوية بنفسجي وعندي منها الذهبي. خليني أطلع لكم، شوف الجمال. أو ماي جاد، اتجنن اتجنن اتجنن. شوف
هاي شوفوا شوفوا شوفوا. طبعا هاي المجموعة حاليا موجودة عند ألدو، لحقوها لأنه القطع جدا هاي كواليتي، يعني الكواليتي واو. شوفوا شوفوا الكواليتي، الكواليتي تجنن تجنن، الأطراف كل التفاصيل روعة 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 بنات. فلا تفوتكم هاي المجموعة. شوفوا هاي هاي اوكي ويت 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 استنوا 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 شوفوا هاي القطع. اتجنن وبالفعل الكواليتي الكواليتي رهيبة رهيبة رهيبة، والجنطة اتجنن اتجنن بنات. لحقوا على هاي المجموعة لأنه بالفعل مجموعة ألدو هاي قطعة أحلى من الثانية، قطعة أحلى من الثانية. طبعا أكو همينة هذا الستايل من الجنط اللي تستخدموه تقدرون للسهرات، يتجنن بنات اللمعة مالته يعني تعمي تعمي عقد ما حلوة. شوف اللمعة شوفوا اللمعة، وهي يعني بدون افكت وبدون اضاءة وبدون ما اعرف شنو، اتجنن اتجنن. شنو بعد قطعة اريد اراويكم اياها؟ وهاي هاي الجنطة، يعني لونها جودتها تفاصيلها كل شي بيها روعة بمعنى الكلمة. جنطة تلبسوها كل يوم تجنن قد ما احبها، يعني ما ادري يعني اريد احطها هيك بس ابغى عليها قد ما هي حلوة. في عندكم اللون الوردي الفاتح، وفي عندكم هذا اللون اللي هو الابيض مع الذهبي، كلش كلش حلوة هاي الجنطة لانها كبيرة تاخذ كثير اشياء وجودتها تجنن تفاصيلها كلش حلوة. I love it. بنات هالمجموعة عشق، لحقوا عليها، موجودة بمحلات ألدو أونلاين، كمان أحط لكم رابط بأول صندوق الوصف. تجنن القطع، الجودة جدا عالية وحتى أجمل من الثانية، يعني قطعة أجمل من قطعة. بنات شوفوا Oh my God شوفوا الجمال. لا لا جد جد بنات جد واو، التفاصيل كل شيء يعني بيرفكت، كل شيء مثالي بنات. جدا مريحة جدا جدا مريحة باللبس. طبعا في منها ألوان كثيرة، في عندكم الروز جولد، الجولد، السيلفر، والبيبي بلو، سيلفر، جولد، وروز جولد. طبعا في أشياء ثانية اللي هي الهيلات، الهيلات اللي مش كثير عالية بس كمان لمعتها تجنن. شوفوا هذا الهيل، طبعا هذا عندي منه هذا اللون وعندي منه أسود، رائع رائع رائع. وكمان عندي منه اللون الذهبي، الذهبي بنات الذهبي يجنن يجنن. شوفوا التفاصيل، جمال التفاصيل، وجدا مريح جدا 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 مريح، يعني روعة روعة. هاي المجموعة المجموعة تجنن تجنن، بس هاي مو كل شيء. خليني اراويكم الهيلات، هذا الموديل هذا الستايل كلش حلو كلش كلش حلو. شوفوا التفاصيل او ماي جاد، انا احب اقربكم على التفاصيل لانه حلو الواحد يشوف التفاصيل. كمان جدا مريح باللبس، في من الوان كثيره، انا حبيت هذول اللونين. هذا الهيل من قدام حلو صح يجنن، بس شوفوا هالحركه او ماي جاد. شوفوا الكعب كله بي كريستلز ويتشي لمعه تجنن. لبسته بالسعوديه ونسقت معاه هاي الشنطه، يعني لبست هذولي سوا بالسعودية، طلعوا يجننون يجننون. هذولي القطعتين روعة 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 ليوم الروعة مع بعض، وهاي كواليتي، يعني الكواليتي مالتهم تجنن، مو انه لا كواليتي قوية قوية بنات. طبعا عندي بقية الهيلات بس انا بدي لكم عن ماي فيفورتس، بس عندي بقية القطع كمان من ألدو تجنن. في عندهم طبعا القطع الحلوة الجيرلي. تفاصيل هذا الهيل، هذا الهيل او ماي جاد يجنن بنات، روعة بمعنى الكلمة روعة. اخر قطعة حشارككم اياها هي ماي فيفورت، لازم اشارككم اياها قبل ما انهي هاي الجولة. شوفوا سو إليجنت، سو سو إليجنت، جدا مرتب وجدا هيك راقي. في قطع احلى واجمل بالمحل ولكن انا شاركتكم ماي فيفورت، قطع اللي انا جدا احبها. جد لا تفوتكم مجموعه ألدو، في قطع لسه احلى بالمحلات واونلاين، بس انا حبيت اشارككم القطعه المفضله عندي واللي جربتها ولبستها. طبعا كل المجموعه تجنن بس هذولي حبيتهم يكونون بخزانتي للابد لانه جدا قطع حلوه وتجنن وكواليتي واي لاف ات. حترك لكم بصندوق الوصف رابط للموقع اذا حابين تتسوقون اونلاين، وروحوا محلات ألدو وشوفوا كل
كل الأشياء ونزلوا ستوري، سووا لي تاغ. I love you. خلينا نكمل بقية الجولة لأنه عندي أشياء ثانية حابة أشارككم إياها. من هذه الجهة راح تشوفون هذا السكشن اللي أنا حاطته ومرتبته بطريقة إنه نفسيتي دائماً تظل مرتبة وحلوة لما أشوفه دائماً بهذا الترتيب. ما أحط هواي أشياء هنا، كنت حاطة هواي أشياء هنا، بعدين شلت هاي الأشياء كلها خليتها هيك نظيف ومرتب. حاطة ستاند الكاميرا لما أصور تيك توكس وأشياء، وهنا حاطة مجموعة المسكارات، مجموعة الآيلاينرز والحواجب حطتها هنا. هنا حمر، أشياء أستخدمها بشكل شبه يومي أحتاجها، فونديشني هالفترة ما بعرف شو. هنا علبة المكياج اللي أستخدمها بشكل يومي أخذها وياي، يعني إذا مثلاً طالعة برا أريد أحط مكياج برا هاي علبة مكياجي. ومرتبة هنا بقية الحمر والأرواج والآي شادوز، سينجل آي شادوز اللي يجون إنديفيدوالز يعني مثل هيك حاطتهم هنا. هذا الترتيب. أما بالنسبة لهذول الاثنين فرح أبلش من تحت. هنا حاطة معدات الأظافر، يعني أظافر اصطناعية وأشياء إذا أحتاجها. هنا حاطة أدوات تسريح الشعر. هنا حاطة الرولرز اللي هم هذول أستخدمهم لما أريد فوليوم لشعري. هنا حاطة الرموش، كل الرموش اللي عندي اللي حابة أستخدمها. هنا عندي شغلتين أو جزئين للعناية بالبشرة. هذول المنتجات اللي أنا أستخدمهم بشكل دائم وأحبهم وأحب أستخدمهم. أكيد شفتوهم بشي يوم بفيديوهاتي أو بمحتواي اللي أسويه. أحب هذول البراند. أكو براندات مثل لروش بوزي، في عندكم درونك إليفنت، في عندكم باربرا ستورم أحبها، في عندكم ام اي دي أحبها، The Ordinary، استيلودر، أولي هنريكسن، هذول السيرومز من لوريال أعشقهم، نيب أنفاب، وعندنا هذا المرطب من فنتي سكين، وعندنا هذا الشيء للحبوب. هذول منتجات أنا أحبهم فدائما أحب أحتفظ فيهم بهذا المكان وأستخدمهم بشكل شبه دائم. ولكن هالفترة غيرت واشتريت هذا الروتين كامل. سو هذا كل المنتجات او الروتين كوري ما عدا هذا من فشي، هذا حطته هنا. بس هذا روتين بشرة كوري عم بستخدمه هالفترة ليوتيوب فيديو. سو ترقبوا يوتيوب فيديو عن هذا الموضوع قريبا. فهذول اللي انا بستخدمهم بالعادة هذول اشتريتهم من تقريبا almost اسبوع ونص شي هيك، وعم بستخدمهم ليوتيوب فيديو. وهاي جولة كاملة بخزانتي، أتمنى عجبتكم وحبيتوها. قبل ما ننتقل لثاني شغلة حققتها من الفيجن بورد أو لوحة الأحلام مالتي هالسنة، حابة أقولكم أنه أنا جد جد تعاوني مع آلدو يعني حلم من أحلامي، لأنه تعاون آلدو تعاون عالمي موجود بكل مكان بالعالم. صديقتي من البرازيل دزت لي صور شايفتني بالبرازيل، عندي صديق بالهند بقريته الصغيرة في محل آلدو دز لي صور من مكانه بالهند، عندي أصدقاء بأمريكا دزوا لي فيديوهات شافوني بأمريكا، بكل أمريكا من واشنطن لكاليفورنيا لتكساس. تنتو تعرفون يعني أمريكا بالنسبة لي يعني شيء كبير إني أنجزت شيء بأمريكا، لأنه أنا كنت عايشة بأمريكا وأمريكا هو البلد اللي بلشت فيه سوشيال ميديا. فإنه اليوم أنا من دبي موجودة بأمريكا شيء كلش كبير وكلش مهم بمسيرتي وبحياتي المهنية والحياة العادية الحقيقية، لك شيء جدا كبير. حابة أقولكم إنه إذا عندكم حلم وهدف مهما كان بعيد بالنسبة لكم أو الناس تخليكم تفكرون إنه هذا الحلم بعيد ومستحيل، في أمل، في أمل. أنا اليوم موجودة بدبي وصوري موجودة بأمريكا، كل ميشيغان، كل محلات ألدو بميشيغان والمولات. وفي ناس بميشيغان لما بلشت كانوا يتنمروا علي بمدرستي، كانوا يقولوا لي مستحيل توصلين، مستحيل تصيرين. واليوم لما يفوتوا المول بمدينتهم اللي أنا كنت عايشة هناك يشوفوني ويشوفوا صوري ويشوفوا شكلي ويشوفوا إنه أوه ماي جاد نور بالمول هنا بأمريكا. فهمتوا ليش هذا التعاون بالنسبة لي كبير؟ لأنه كل هذول الناس اللي بأمريكا اللي كانوا يقولوا لي راح تصيرين فاشلة وإذا ما دخلتي أو درستي هندسة أو طب أو محاماة راح تفشلين، اليوم يمشون بالمول ويشوفوني قدامهم. هذا أكبر دليل إنه كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. سو آمنوا بنفسكم، اشتغلوا، اتعبوا وراح توصلون. وكمان حابة أقول thank you Aldo for this amazing opportunity. أحبكم Aldo. thank you Aldo family، لأنه بالفعل اشتغلنا أنا يوم لفترة جدا طويلة عشان طلع لكم هذول المنتجات وهذول البرودكت وهاي الحملة الإعلانية العالمية. خلينا ننتقل لثاني شيء حققته هالسنة. أوكي خلصنا من الخزانة. ثاني شيء حققته هو سيارة أحلامي. Yes I know اختفيت عنكم و I know ما دا أنزل كثير على اليوتيوب،
بس اختفائي كان تركيزاً على أمور أخرى، ومنها أني كنت أدور على سيارة أحلامي اللي حطيتها على الفيجن بورد ولقيتها. لقيتها جايز، سيارتي الجديدة، سيارة أحلامي، السيارة اللي حطيتها على الفيجن بورد. ما حشوفكم جولة كاملة فيها لأنه عم رتب أشياء وعم بحط أكسسوارات وشغلات فيديو ثاني، بس حرويكم السيارة من برا. تعالوا ننزل ونشوفها سوا، لأنه بالفعل هاي سيارة أحلامي. اوكي 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 اوكي، سيارة احلامي سنو، بس اني قصيرة سو صعب اصعد بيها، بس تعالوا نصعد سوا. يس، لوك ات ذس جايز، او ماي جاد لوك ات ذس كار، او ماي جاد. الحمد لله 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 الحمد لله. شوفوا Look at this! راح جدا فرحانة، جدا 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 سعيدة. الحمد لله. ثالث شيء حققته من الفيجن بورد مالتي هو جلسة التصوير اللي كنت حابة أعملها، اللي هي بوكسات إرمز مع سيارتي والفايب. هاي حطيتها على الفيجن بورد لأنه هاي جلسة التصوير من زمان كنت أشوف هاي الصورة في بينترست وأقول إنه أريد أصورها أنا شخصيا، بس كان كأنه حلم بعيد، لأنه مثل ما تعرفون يعني السيارة مع بوكسات إرمز لازم الواحد يكون بمكان مرتاح لحتى يقدر يسويها لنفسه، والتحدي إنه تسويها لنفسك، يعني أنت تسويها لنفسك مش إنه حد يسوي لك إياها. عادي إذا حد يسوي لك إياها إذا عندك حد يدعمك، بس أنا حابة كنت أسويها لنفسي، فسويتها وصورت هاي جلسة التصوير ونزلت لكم إياها. وطبعاً إجاني كثير من تعليقاتكم الحلوة، وكثير ناس كتبوا لي إنه نور هاي كنتي حاطتها على الفيجن بورد، بس كمان في ناس ما فهمت الفكرة أو فهمت إنه أو بس جلسة تصوير، بس هي مو جلسة تصوير. أنا حطيت على هذا الفيجن بورد أشياء أو حتى صور حابة اني اصورها لنفسي، يعني حابه انه من زمان حابه اسويها فسويتها. اما رابع شيء حققته هو شيء جدا قوي ولكن هو شيء مادي، اللي هي الاسواره الفول دايموند، اسواره اللي كلها الماز. انا كنت حاطه على الفيجن بورد اسواره كارتييه اللي كلها الماز، ولكن جتني الفرصه انه اشتري الاسواره تبع ارمز الفول دايموند اللي هي حصريه، يعني احسن، يعني لسه صعب تحصلوها اكثر من اسواره كارتييه. اسواره كارتييه لما تفوتوا على المحل موجودة، أي شخص يقدر يشتريها، بس أسوارة إرمز حصرية وليمتد إديشن وما في منها إلا كم قطعة بالعالم، وهم عرضوها علي، فحسيت إنه حطيت على الفيجن بورد شيء بس اللي حصلته شيء أحسن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا أهم شيء النية، على نياتكم يا عبادي ترزقون، والشغل يعني بالنهاية مو بس تحط فيجن بورد وصور وما تشتغل، لا بالعكس، حرفيا 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 الفترة الماضية والثلاث أشهر الماضية قضيتها كلها شغل شغل شغل، بس اشتريت الأسوارة اللي كلها الماس. فيا جايز، هذول هم أهم أربع أشياء حققتهم من الأحلام والأهداف اللي حطيتها على الفيجن بورد مالتي لهالسنة خلال 3 شهور الماضية. حبيت أشاركها معكم وحبيت أشارككم إحساسي هالفترة، لأنه هذول أربع أشياء ما كان تحقيقهم سهل أو سريع، أخذوا معي 3 شهور وتعب متواصل وشغل متواصل. حتى الخزانة أخذت معي كثير وقت من اختيارها لتركيبها لترتيبها و و و و ف... Yeah. بس العبرة من هذا الفيديو انه ما في شيء مستحيل، وكل حلم بتحلموا وهدف بتحطوه براسكم بتشتغلوا عليه من قلبكم راح توصلوا له. اوكي اوكي، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو. انا نور ستارز، احبكم، خيرات الله، واشوفكم وين وامتى بالفيديو القادم ان شاء الله.